خفاجي أطباء تكليف مارس 2014 من ضمن مجموعة المنسقة للإضراب ومتحدث الرسمي باسم الإضراب. حضرتك ممكن تقول لنا أنتوا إيه سبب الاعتصام هنا أو الإضراب وإيه اللي عملتوه النهاردة بالظبط؟ هو السبب أصلا من أول خالص إن كان في مشكلة في التكليف بتاع تسجيل التكليف، إن هو كانت البداية إن هو بدأ ينزل مديريات، فده إحنا كنا رافضينه، كنا شايفين إن في مساحة كبيرة أوي للواسطة، فبدأنا نتجمع بعضنا ان احنا رافضين الموضوع بتاع المديريات وعايزين ننزل بإدارات زي السنين اللي فاتت قبل كده. وبعد كده جمعنا بعضنا وبدأنا نتكلم مع بعض، لقينا ان في كذا مشكلة تانية من حيث الموازين النائي، المديريات، القرارات الغير منفذة، ضمانات سلامة الوحدة لشغلنا ولصحة المرضى. لقينا يعني عملناهم في ساعة مطار، نزلنا اليوم بيان في الأول وقابلنا الوزارة مرة، دكتور هناء عامر أول مرة، قعدنا معاه بصفة ودية دكتور محسن وطلعنا بكلام اتقفل بعدين موقع التكليم. وبعدها بأسبوع لقينا في نفس المشاكل موجودة لسه، قابلنا دكتور مهر ربط مرتين اجتماعين قعدنا معاهم، ف وصلنا للنتائج برضو في بعض الاجزاء حققنا فيها نتائج كويسه وحققناها، وفي حاجات كتير لسه ما حققناهاش. على راسها موضوع الاحتياجات المعلنه بصوره واضحه، في ديفكت كبير قوي بين الاحتياج الفعلي للادارات وبين الجزء المطلوب او العدد المطلوب من اطباء التكليف، في جاب واسع قوي. 6000 واحد من دفعتنا حسب النسبه المعلنه لحد دلوقتي مطلوبين في النادي، فده معناه ان احنا 6000 اكتر من 50% من الدفعه هيروح نائي غصب عنه مش بمزاجه. تم رفع الحد الادنى للادارات المعقوله اللي هي في النطاق الجغرافي بتاع كل الناس، رفع الحد الادنى ليه، وده سبب مشكله ان انت كده بقت عندك 6000 طبيب موعودين بوعود ماديه ووعود معنويه مش هيعرفوا يسجلوها، لان 2000 طبيب كان تكليف السنه اللي فاتت في النائي ما كانوا بياخدوا حقوقهم الماديه بالعافيه، وفي 2000 طبيب نفس 2000 طبيب دول ما حدش مسجل لحد النهارده تقريبا ماستر او في الجامعات جربت الجامعه. طيب اللي انا فاهمه ان دي مشكله متكرره كل سنه الاطباء الجدد بيواجهوها، وكل مره بيرغموا الوزاره ان هي تغير موقفها. ايه خطتكم المره دي عشان ترغموا الوزاره على تغيير؟ احنا المره دي الحمد لله احنا بدانا شويه بدري عن كل الدفعات اللي قبلنا. احنا رفضنا التسجيل، مش مجرد ان احنا هنرفض الاستلام، احنا التسجيل المفروض ان هو ممتد من شهر وخمس ايام تقريبا، اتقفل الموقع 3 مرات واتفتح، وبكره باذن الله المفروض ان احنا مطلوب مننا ان احنا نقدم ورقه الاعلان للتكليف بالشروط اللي احنا متفقين عليها، كتابه يدويه مننا احنا من غير ما نرجع للوزاره فيها. دي خطوه كويسه ان احنا نسجل لحد دلوقتي ستيل 2000 واحد او اقل من 2000 واحد، كمان باعتراف دكتوره هناء لمسات دكتور محسن طلع العدد بين حوالي 1800 تقريبا، دول اللي سجلوا من اصل 10000 طبيب. فاحنا مش هنسجل ال 10000 دول، هم ال 10000 طبيب قصدي ال 1000 وشويه دول، بما 1000 اللي هو ليهم نيابات جامعه او ليهم نيابات جيش او جايين امتياز فمش هيتضروا بالموضوع، او متزوجات فمش هيتضروا برضه بالموضوع التكليف. انتوا معتصمين لغايه امتى؟ احنا معتصمين لحد تحقيق مطالب. لحد تحقيق مطالب، مش مرهون بوقت. تمام. مرهون بهدف بنتيجه. ألف شكر. وقت ما نوصل لها بنفضل.